دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الشوربه. طبق الشوربه النهارده لطيف جدا، مغذي جدا، ومش محتاج حاجه جنبه، يعني هو كده طبق متكامل. اذا عايزين تعملوه صيامي هنشيل اللحمه، والشوربه هنستخدمها شوربه خضار. خلاص عندي هنا فريك مغسول ومنقوع ومتصفي. بالنسبه للفريك لما بنغسله كويس جدا جدا عشان بيبقى فيه شويه زلط او حاجه تنزل تحت في الميه، فواحنا بنصفي الميه دي ما نرجعش نحركه بقى، ها، ونسيب الشويه اللي في القعر دول نتخلص منهم. دي اول حاجه. تاني حاجه الميه تكون دافيه عشان تخلي الفريك يتنقع بسهوله. تالت حاجه لما تنقعوا الفريك، في ناس بتستحرم انها ترمي الميه عشان فيها طعم وفيها فايده، ما عنديش مشكله خالص. اغسلوا الفريك، انقعوه في الميه الدافيه، واستخدموا الميه للسوى، ما عنديش مشكله خالص، مش هيحصل حاجه. يعني دي مش زي البقوليات، بقول لكم ارموا الميه لان بيبقى فيها غازات، لكن دي مش هيبقى فيها غازات، فما فيش مشكله استخدموها لو انتم مستحرمين ترموها. شويه شوربه، انا طبعا كان عندي شوربه البط فاستخدمتها، لكن احنا هنستخدم اي شوربه موجوده. عندي شويه من اللحمه البتلو متقطعين مكعبات صغيره جدا جدا، اصغر حاجه في الدنيا، وممكن طبعا نحط فراخ. بصل مفروم ناعم، كرات مفروم ناعم، جزر مفروم ناعم، قرفة وملح وفلفل، وشوية سمنة أو زيت لو هنعمل نباتي. طيب مع الكرات المفروض الوصفة الرئيسية فيها بصل أخضر، احنا طبعا في السوق دلوقتي مش متوفر فشلناها من الوصفة، لو احنا بنعملها في وقت البصل الأخضر موجود استخدموه. طيب هاخد اللحمة هحط عليها القرفة والفريك، يحب القرفة والفلفل الأسود يكونوا كتير شوية عن العادي، يعني بيقبل كده كمية. يعني نحط هنا شوية سمنة أو زيت أو زبدة، ننزل عليها اللحمة اللي احنا حطينا عليها الملح والفلفل والقرفة. فاطمة معانا على التليفون، اتفضلي يا مدام فاطمه. ممكن اقول قلب القران يا سيدي؟ بصي يا مدام فاطمه معلش، اتكلمي على الرقم بتاع المسابقه اللي هو هقوله لحضرتك تاني، رقم الاس ام اس 95173، الرقم الارضي 0909400، رقم الاس ام اس، لا رقم الموبايل 2670، لانه هنا مش هيتحسب لحضرتك فمش هتخشي في السحب. أشكركم. الشريط اللي تحت على الشاشة بيكون فيه السؤال والإجابات والأرقام. الريحة هنا خطيرة، أول ما تبتدي اللحمة تاخد اللون بتاعها نبتدي ننزل البصل. طبعا أنا مش عايزة اللحمة تغمق يعني تبقى بني، بس عايزة أديها طعم التشويح ده وبرده لون كده خفيف. أوكي حطينا البصل، الكرات، الجزر اللي هو اساس الشوربه الحلوه، الثلاث حاجات دول اساس للشوربه الحلوه، ولو البصل الاخضر موجود هنزوده معاها. دايما في الشوربات وفي السلطات نستخدم البصل الاخضر اللي بيبقى رفيع مش التخين، التخين نستخدمه للطبيخ لانه بيبقى طعمه حاد اكتر اذا موجود. يعني اهو لازم ندي للفريك تشويحه مع الكلام ده عشان يبقى عندنا أحلى طعم. عندي شوية فريك هنا فاضلين، ممكن نبقى نحطهم في السلطة، مش هرمي حاجة. مش هرمي حاجة، هو ده النظام، يعني احنا مش في حالة تسمح، الحالة الاقتصادية لا تسمح ان اي حد يرمي اي حاجة، كل حاجة نستغلها. شوية فضلوا احطهم في السلطة، شوية فريك فضلوا هحطهم أعمل بيهم طاجن. أنا طيب بمناسبة الطاجن، أنا لحد دلوقتي كده عندي طاجن لحمة بالفريك والخضار، يعني أنا دلوقتي لو حطيت عليه شوية الشوربة ودخلته الفرن هيبقى طاجن، لو أنا دلوقتي حطيت عليه معلقتين صلصة وشوية عصير طماطم وشوية شوربة ومعلقة سكر بقى طاجن ودخلته الفرن. فمن نفس الوصفة تطلعوا وصفة تانية، فتعملوا مثلا كمية وتقوموا مدخلين شوية طاجن وشوية حاطين عليهم شوربة، يبقى طلع لكم صنفين. أحب أنا الحاجات دي، أنتوا عارفين. شوية بقى الشوربة، الفريك لو منقوع مظبوط يبقى ياخد لكل كوباية كوباية، لو مش منقوع يبقى هياخد كوباية ونص من السائل طبعا، شوربة، مية،
عصير طماطم، ايا كان الحاجه اللي احنا بنسوي فيها. اوكي اهو شويه كمان. ام جنى معانا على التليفون، دي شوربه خليهم كلهم. يا ام جنى. ايوه مع حضرتك، انا وطيت التليفون. اتفضلي يا ام جنى. الو اتفضلي يا حبيبتي، انا سامعاكي. هي اميره ازاي حامله ايه اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي، ايه اللي حصل؟ تعالى منك. انا بعمل حاجات كتير من اول رمضان، انا اسفه. ايه اللي حصل؟ لا انت كنت وعدتي لي هتقولي لي على وصفات بالسموك سالمون وما قلتيليش. حالا بقى، ايه رايك حالا بقى هقولها لك دلوقتي. قولي كم وصفه كده بالله عليك، ويكون فيهم وصفه من فرصه عايزه اعملها. حالا هقول لك. طيب السموك سالمون، هي والله هي رضوى كاتباها صراحه، بس انا لسه ما بصيتش في الورقه. طيب السموكت سالمون مش محتاج ان احنا نطبخه، فاحنا لو عايزين نعمله على البارد بحطه في الكبه، بحط معاه لبنه او ساور كريم، ومعاهم جبنه كريمي اي نوع انتوا عايزينه، بحط معاهم شبت، بصل اخضر او احمر، ملح وفلفل، ليمون، كمون، بحط كل ده في الكبه مع بعضه واضرب كويس جدا جدا جدا. هيطلع لي بيوريه من السالمون. البيوريه ده ممكن اكله بالعيش المحمص كده، ممكن اعمله في سندوتشات، وممكن نعمله كريب ونحطه فيه ونلفه ونحط عليه شويه بشاميل وشويه جبنه وندخله الفرن. الكريب كوبايه الدقيق عليها كوبايه اللبن، عليهم بيضه، عليهم ملح وفلفل، ومعلقه من الماده الدهنيه زبده او زيت في الخلاط. اوكي لو عايزين نعملها بقى على سخن على مكرونه مثلا، هحط البصل، الملح والفلفل والكمون على النار مع زيت الزيتون تشويحه، هنزل عليهم معلقه الدقيق، هنزل عليهم الكريمه، اقلب كويس جدا. خلاص بقى عندي صوص، وانا كمان سلقه المكرونه، هقوم مفصصه السالمون وحطاه، وبعدين غلوه انزل المكرونه، غلوه اطفي، حطوا بقى شويه جبنه على الوش وخلاص. ممكن كمان شكرا كيكة السلم، شكرا. ممكن كمان نحط شوية جبنة مع الصوص. ادي وصفات السلمون، وما تزعليش ابدا، معلش احنا ساعات الوقت بس بيبقى ضيق شوية. كيكة السلمون اللي قدامكم على الشاشة دي، التوست بيتحط بدل الكريب طبقات، وكل المقادير دي في الكبة، وبنبتدي نحط الطبقات في النص. طيب كان عندي برضو الفراخ المقرمشه السبايسي. الفراخ المقرمشه السبايسي بجيب الفراخ اقطعها على 6 او على 8، اغسلها كويس جدا، انقعها في دقيق وملح وليمون، بعدين بشطفها كويس جدا وبديها 3 ارباع سلقه. بنسلقها طبعا مع البصل والجزر والكرات والكرفس، شويه زعتر، الملح والفلفل، الحبهان واللورا والمستكه وعود القرفه. هصفي، وبعدين هدي الفراخ دي، احنا عايزينها هنا سبايسي، فحديها الصوص التباسكو او الهوت صوص او شويه شطه بس محترمين، وبدوبهم مع المستردة. ادهن الفراخ كويس جدا، بعدين هبتدي احط الفراخ في دقيق، من الدقيق للبيض، من البيض للبقسماط. البقسماط بنبقى متبلينه شطه، بابريكا، ملح وفلفل، زعتر، ثوم بودره، بصل بودره، ندخلها الثلاجه او الفريزر، بعد كده نطلعها على القلي. هنا معانا على التليفون. يا هنا لسه معانا؟ معلش يا هنا. طيب كان عندي كمان الفروج. حاضر نخليه بعد الفاصل، يا سلام. طيب تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع. انا هغرف الشوربه في الفاصل لانها خلاص كل حاجه عندي مستويه دلوقتي، وانتوا تطلعوا فاصل وترجعوا عشان نعمل مع بعض السلطه. استنونا.